مرحبا بكم الناس الكل. اثر انتصار الترجي الرياضي التونسي في الديربي الترتيب الجديد لبطوله الربط المحترف الاولى لكره القدم، شاهدوا اكثر تفاصيل على هذا الموضوع. ما تنساش مع الفيديو ابوني للشين الرياضي نتاعنا باش توصلك كما قلنا اخر الاخبار. انتصر الترجي الرياضي التونسي اليوم الاحد 6 جانفي 2019 امام مضيف النادي الافريقي بنتيجه هدفين مقابل هدف في اطار منافسات الجوله 11 من بطوله الربط المحترف الاولى لكره القدم، وفي ما يلي الترتيب الجديد لبطوله الربط المحترف الاولى لكره القدم. الترجي الرياضي التونسي في المرتبة الأولى ب 26 نقطة، النادي البنزرتي 26 كذلك، الترجي ينقص زوج مقابلات، النادي البنزرتي تنقص مقابلة، النادي الرياضي الصفاقسي في المرتبة الثالثة ب 25 نقطة تنقصها زوج مقابلات، اتحاد تطاوين في المرتبة الرابعة ب 19 نقطة، الملعب التونسي ب 19 نقطة كذلك تنقص مباراة، النجم الرياضي الساحلي في المرتبة السادسة ب 18 نقطة تنقص زوج مباريات، النادي الأفريقي في المرتبة السابعة ب 17 نقطة تنقص مباراة، اتحاد بنقردان في المرتبة الثامنة ب 14 نقطة تنقص زوج مقابلات، شبيبة القيروان في المركز التاسع ب 12 نقطة، نجم المتلوي 12 كذلك النقطة، الملعب الجيبسي 12، نادي حملم في المركز 12 ب 11 نقطة، مستقبل الجيبس في المرتبة 13 ب 9 نقاط تنقص مباراة، والاتحاد المنستيري في المرتبة الأخيرة ب 7 نقاط.